السلام عليكم. من مديرية الدريهم في مدينة الحديدة نزحت أسرة كانت تصارع أزمات الحياة المعتادة، فإذا بها تواجه أزمة الحرب وأزمة النزوح، وقبل ذلك فقدت شابين كانا يعيلان الأسرة المثقلة بالنساء والأطفال وكبار السن. نزحت هذه الأسرة غير مكتملة العدد، فأحد أبنائها مختطف في مكان معلوم والآخر مختف قسريا، لا يعرفون شيئا عن مصيره منذ انقطع اتصاله بهم قبل عام ونصف. لم يتمكن والدهما من الحديث للكاميرا، لكننا سنعرف القصة من نجل الرجل المختفي ووالدته وأخيه. قصة المختفي قسريا، محمد يحيى صلاح، في الفيلم التالي. نشاهد ثم نعود. فقدنا يعني منازلنا وتشردنا من بعد شهر رمضان مباشرة، نزحنا بيت الفقيه وظل الآن نازحين في نازحين تأب لحد الآن، حتى الإيجار والله من هالسنة نسلم الإيجار. أبي كان ينصحنا يقول لي يا ابني كون رجال كون مثلي، يعني كون صلى ولا تخلي فرض. ركو كان ينصحنا ويوميا يتصل بحنا من الحديدة هنا المدينة نفسها. خلاص ما قدام عيد عرفة الأول ب15 يوم لا اتصال ولا خبر، ايش اتصل اليوم ثاني خلاص ما اتصل ولا شيء. رحنا لما الحديدة هناك دورنا عنه ولا خبر، من سألناه يقول هذيب الوقت فلاني بعد صلاة الجمعة ما أدري إيش وما عاد شفتوه. من سألناه يعني يقول أنا ما شفته عاد، يعني من اليوم اللي ما اتصل بعنا فيه. من سألناه يقول شفته باليوم يعني اللي ما اتصل بعنا فيه، شفت هذاك اليوم الظهر وخلاص ما عاد شفناه بعد ذاك اليوم. واحد فجأة اختبأ علينا من له سنة وشوية، والثاني أخذوه العوثة في شهر رمضان 22 رمضان، وهو الآن موجود في سجن سامة. ظهر اليوم ما مقارب له سنة ونص أفقد ولا ندري فينه، وأتمنى من الله إنه يرجع لحنا بحنا وأمحنا كلهم يرجعون يرجع البلاد حنا. نسق والله فقدنا خوفنا مخوفين كنا ان ما نرقدش هنا ما نرقدش من القرائف ومن ذا والله. خلاص بقينا مزوبين انا لا اي شيء، ولد عارفين حرب ولا عارفين شيء. خلاص بقينا مزاولين اخرتها قدمنا انا من هنا على كم بنينا الاطار كذا الاطار كذا، قلنا خلاص نهرب ارواحنا وها بهلا ما ربنا شيء نرد ان شاء الله للبلاد احنا هنا والله ما احنا عارفين نبينا. خلاص احنا عارفين لو نتعز حتى دايرين فيه مغصوبين. يا الحمد لله على ما هبا ربي للناس كلها. محمد دايرهم حديدة بتزمي هناك ما ادري شين وجه ما ادري من ايش عليهم. محمد بزهم عند حرم الوادي موضع الان عليهم كلهم، لكن مش هبي ابا ما بيدي، لكن قادر ربنا يقضيها للابد كل هالحبايب لا بيدي شيء. والحرب دي دمرت كل شيء جميل في البلاد وفي البيوت، قاهي مكسوفة من قبل القضائف حق الحوثة، والبلاد دمرها هناك وحنا هنا الله داري كيف عشت احنا. هذوك عنده 5 أطفال والثاني له بنت له شهر، نتمنى انه يرجعوا ان شاء الله بإذن الله، ان يخرجوا محل ما هم مخطوفين محل ما هم مختفين حتى الآن. فقدنا مليان يعني قتلوا من عندنا هناك من القرية من القضائف، كانوا هم أقرباء إحنا، والبيوت دمرت والمزارع تحكرت دمرت، ولا يعني ما أد معنا شيء يعني إني نطلب الله من هناك ولا شيء. أنا وكل الله كل ساعة أكره في ما رب قوي، هنا نوكل الله ولا في الدنيا شيء فيه. الله وفي تيكم إن شاء الله بإذن الله، الله يمشون إلا في الحق. قبل الحرب يعني كان إيشة تمام، بس عندما جاء الحرب ما عرفنا أن ندبر لا طعام نأكل ولا حاجة، ردينا خرجنا من البلاد اللي احنا فيه، كان القضائف تسلل البيوت وكل حاجة، آخر شيء خرجنا. المزارع حتى اللي نشتغل فيها ونأكل دمرن بالكامل، من بعد ما خرجنا حتى بيوت احنا دمرن، بس كانوا فيها العبثة وصفها الطيران. رسالتي لهم انهم يسدوا ويهدؤوا ان شاء الله باذن الله ربي يهدأ الحرب ويرجع كل واحد لبلاده ومحله اين ما هو. نتمنى يوم ذا شق علي حتى هنا ما ارقد، انا مغمومه طصاني ما كعلش منهم هنا مشاهد
هذه الدنيا في درجة بطاطية إلى ما يغطيها رب العالمين إن شاء الله في عبادة كلهم إن شاء الله بإذن الله. داعي وابكي ولازم في ربكم إن شاء الله شيء يودوا إن شاء الله. أتمنى إن الحرب توقف خلاص في كل محل في كل دولة. ترى اليمن كلها متضررة من ذا الحرب. أتمنى من الله إنها بيرجع نلقاه وعمه يخرج من السجن والحرب تهج يعني تكار مع شكال الحرب. ذهب بعض أفراد هذه الأسرة إلى الحديدة للبحث عن أخيهم المختفي ولم يجدوا له أثرا، ولم يكتمل العام حتى اختطف الحوثيون شقيقهم الثاني على مرأى من الناس، وحين طالبوا بالسماح لهم بزيارته عوقبوا بالسجن، وبقي شقيقهم الثالث 4 أيام مسجونا عقابا له على مطالبته بزيارة أخيه. مشاهدين الكرام، للحديث عن الضحايا المدنيين لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة ينضم إلينا الناشط الحقوقي طارق سرور. مرحبا بك سيد طارق. أهلا أخي الكريم، مرحبا بك وبكافة مشاهدي قناة بلقيس. هل هناك إحصائية لعدد النازحين من محافظة الحديدة؟ حقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة سوى ما أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوتشا في 15 يناير، والذي يذكر بأن عدد نازحي الحديدة بلغوا 174,817 أسرة بما يعادل 1,048,300 فرد. أين ذهب؟ في عدن لوحدها أين ذهب يعني هذه الأعداد، هؤلاء الناس، هذه الأسر؟ مليون هؤلاء النازحين مليون، وهو ما يقارب ثلث عدد سكان محافظة الحديدة، توزعوا على مختلف محافظات الجمهورية صنعاء وتعز ومأرب وحضرموت، والعدد الأكبر كان في محافظة عدن ولحج وأبين. لماذا يذهب هؤلاء النازحون للسكن في الأحياء المهجورة في هذه المدن التي ذكرتها أو في بيوت أقاربهم بدلا عن التوجه إلى مخيمات أو مخيمات النازحين لتكون المنظمات المعنية بالإغاثة قادرة على معرفتهم والوصول إليهم؟ أخي الكريم، لا توجد مخيمات كافية لاستيعاب هذه الأعداد، لا يوجد من يهتم بهؤلاء النازحين. عدد المخيمات التي أنشئت من أجل النازحين الحديدة لا يتجاوز 8 مخيمات، منها 4 مخيمات في الخوخة و4 مخيمات في عدن ولحج. طاقة الاستيعابية لا تزيد عن 5,000 أسرة بالكثير، والعدد المرصود من المتحدة كما ذكرت يتجاوز 1,000,000. من هنا تبرز الفجوة الكبيرة والتقصير الكبير من قبل المنظمات الدولية التي المفروض عليها أن تعمل على إيواء النازحين، بالإضافة إلى التقصير الواضح من قبل اللجنة العليا للإغاثة والوحدة التنفيذية للنازحين. نعم. والسلطة المحلية للمحافظة. هل جميع هذه الأعداد التي نزحت من مدينة الحديدة أم من المحافظة بشكل إجمالي؟ من طبيعي من محافظة الحديدة، هو من المديريات التي تشتعل فيها الحرب. نعم. والتي يتعرض فيها المدنيين للمضايقات من قبل الميليشيا. معروف مدينة محافظة الحديدة 26 مديرية، الاختطافات والمضايقات ومن قبل الميليشيا على كافة المدنيين في هذه المحافظة، بالإضافة إلى اندلاع الحرب واقترابها في مديريات المدينة ومديريات جنوب المحافظة الدريهمي والتحيتة والجراحي وحيف. نعم. بالتالي معظم النازحين هم من مديريات المدينة ومديريات جنوب المحافظة. هل عاد النازحين من تلك المناطق التي تم تحريرها كحيس وغيرها، يعني هل عادوا إلى منازلهم وقراهم؟ للأسف الشديد لم يعد النازحين إلى مناطقهم، كون التحرير غير كامل وتحرير منقوص. فمثلا مديرية حيس لم يتم تحرير منها سوى
مركز المديرية، بينما بقية مناطق أو أجزاء أو قرى المديرية هي لا زالت بيد الميليشيات. وبالتالي عملت هذه الميليشيات على التلغيم وعلى تفخيخ معظم المناطق والأراضي الزراعية، مما صعب من عودة النازحين، بالإضافة إلى عدم إمكانياتهم المادية على العودة وإمكانيتهم على العودة إلى الحياة نتيجة لعدم دعمهم وتأهيلهم من قبل المنظمات العاملة في هذا المجال. نعم. بالتالي وضعهم سيء جدا. نعم. ماذا عن القرى المطلة على البحر التي يعني يحتاج سكانها من الصيد؟ أيضا القرى أو الموانئ الريفية والتي يعمل سكانها بمهنة الصيد كمهنة رئيسية فضرروا بشكل كبير جدا جراء هذه الحرب وجراء أيضا تلغيم الميليشيات بالبحر ومنعهم من قبل الميليشيات أو من قبل أيضا التحالف من الصيد، بالتالي فقدت هذه العوائل مصادر رزقها الوحيد ولا يجدون مصادر أخرى بديلة، مما ضاعف من معاناة المدنيين في الحديدة جراء هذه الحرب السيئة للأسف الشديد. نعم. تابعنا قبل قليل قصة أسرة نازحة أحد أبنائها مختطف والآخر مختفي، هل يوجد إحصائية بعدد المختطفين والمخفيين في محافظة الحديدة؟ أخي الكريم، محافظة الحديدة تأتي في الترتيب الثاني بين المحافظات من حيث عدد المختطفين والمخفيين قسرا من قبل الميليشيات، فنتيجة محافظة الحديدة بيئة غير حاضنة لهذه الميليشيات، ركزت عليها الميليشيات بشكل كبير وبلغ عدد المختطفين حتى ديسمبر الماضي 536 مختطف ومخفي قسريا. نعم. تداول ناشطون معلومات بخصوص تعرض مواطنين للاعتقال بعد الإعلان عن اتفاق ستوكهولم، هل أوصلتم هذه المعلومات للجهات المعنية كاللجنة الوطنية للتحقيق أو لجان التحقيق الأممية مكتب المبعوث الأممي، أم أن المعلومات ظلت قيد التداول على المستوى المحلي والإعلامي فقط؟ نعم، للأسف بعد اتفاق ستوكهولم وبداية تنفيذ الهدنة العسكرية تفرغت الميليشيا لاختطاف واعتقال كثير من المدنيين سواء من المدينة أو المديريات بتهمة التخابر مع العدوان، وعملنا بقدر الإمكان على توصيل هذه المعلومات إلى لجنة الأسرى التي كانت ضمن الوفد الوطني للتفاوض، كما أن راصدي اللجنة الوطنية قاموا برصد هذه الاعتقالات. نعم. هل الوضع الآن في الحديدة يعني ميدانيا متوقف وبدأ السكان يعتادون على تقسيم المحافظة بيد القوات الشرعية وقوات الميليشيا الحوثية، هل بدأت الحياة يعني ترسم شكل جديد للمواطنين هناك؟ أخي الكريم، نستطيع أن نقول بأن الحياة في الحديدة شبه متوقفة، بأن معاناة المدنيين صارت بشكل أكبر من قبل ما نسمى عملية التحرير المنقوصة أو من قبل حتى اتفاق ستوكهولم. واضح جدا بأن اتفاق ستوكهولم استغلته هذه الميليشيات لترتيب أوضاع وضعها للمزيد من حفر الخنادق وعمل المتارس وتقسيم المدينة للمزيد من التحشيد من خارج المدينة إلى المديريات المحافظة المختلفة. نعم. لتحاول تغيير الميليشيات من إلى اعتبارها سلطة رسمية أو رجال أمن رسميين، بالتالي زادت معاناة المدنيين بشكل كبير جدا وارتفعت الكلفة الإنسانية، ويوميا تقريبا يسقط كثير من المدنيين في مناطق الجبلية والمغرس في التحيتة في مناطق الدريهمي. نعم. في مناطق حيث غير ما يسقط العديد منهم نتيجة تعرضهم للألغام والمواد المتفجرة أثناء محاولتهم للذهاب إلى أعمالهم أو البحث عن مصادر رزق لهم. ماذا عن السماح لمن بقي في المدينة بالنزوح عنها؟
طبعا صعب جدا قضية النزوح وصعب جدا الخروج، ومع يعني نازح أو مدني تهامة أكثر النازحين يتعرضوا لأوضاع إنسانية سيئة جدا، بداية من منعهم من النزوح أو الخروج وعدم توفير ممرات آمنة لهم، ومن استطاع منهم أن يخرج يواجه قذائف الميليشيا أو يواجه أيضا ألغامهم وموادهم المفجرة، من نجأ من هذه يواجه كثير من التعنت من قبل النقاط الأمنية في المناطق المحررة وعلى مداخل مدينة عدن بالذات، من تجاوز هذه المعوقات ووصل إلى مدينة عدن أو لحج لا يجد من يستقبله أو يأويه، بالتالي يبحث يواجه مصيره بنفسه. أيضا عدد المخيمات بسيطة ولا توفر الخدمات، وما هو متوفر فقط عدد من الخيام وتقديم بعض المواد الغذائية على فترات متباعدة، بالتالي نازحي تهامة معاناة إنسانية كبرى يجب أن يتفهم لها الجميع. نعم، هذه المخيمات التي ذكرتها هي تقع في مناطق يعني معروفة بحرارتها المرتفعة، ونحن الآن على أبواب فصل الصيف. كيف تلخص لنا حياة النازحين هناك وأبرز معاناتهم؟ أخي، حياة النازحين كما ذكرت لك لا يتمتعون بأبسط مقومات الحياة الأساسية، لا توجد المخيمات النموذجية التي توفر الأماكن الآمنة والتي توفر الخدمات الصحية والتي توفر الخدمات التعليمية. نعم. كل ما هو موجود عبارة عن مجموعة من الخيام فقط، كثير منها أيضا لا يتوفر الكهرباء. كما ذكرت الآن مع قدوم فصل الصيف ستزداد المعاناة بشكل كبير، لهذا هنا مناشدة للمنظمات الدولية، للأوتشا، للسلطة المحلية أن تتحمل مسؤوليتها وأن يعملوا على إيجاد مخيمات بموجب المصفوفة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتوفر فيها كافة الخدمات لهؤلاء النازحين. على السلطة المحلية أن تتابع ما يخصها من خطة الاستجابة التي أقرتها الحكومة وأقرها المجتمع الدولي، والتي بلغت ما يقارب 4 مليار و 200 مليون دولار، ومعظمها أو أكثر من 50% هي مخصصة للنازحين. يجب أن تشكل لجنة طوارئ في المحافظة لمتابعة حصة محافظة الحديدة أو حصة النازحين من هذه المبالغ، ويجب أن تذهب إلى الذي المستفيدين منها. نعم، الناشط الحقوقي طارق سرور كنت معي من مدينة عدن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. أسرة المختفي قسريا محمد يحيى صلاح، تم الرصد، في أمان الله. Thank you.